فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الضحى كان يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر؟ وصلىها في غزوة الفتح، دخل بيت أم هاني بنت عمه فصلى فيه 8 ركعات صلاة الضحى، سبحة الضحى. صلاة الضحى والنوافل ما هي بتترك بالسفر، النوافل المطلقة ما هي بتترك في السفر، صلاة الليل ما تترك، الوتر ما يترك، في فرق بين هذا وهذا. نعم.